هي المسألة قلت لك خل أكون أنا مسؤول عن كلامي. شغلة سياسية أكثر ما هي تنفيذية. تركيا ما تريد أن ربي سمج؟ شغلة سياسية أكثر ما هي تنفيذية. أنا مسؤول عن كلامي. إيش وقت هذا الاجتماع راح يصير؟ ما أعرف. والله عاد ما أعرف. إجا الرئيس أردوغان توسمنا الخير بي ومعالي دولة رئيس الوزراء راحت تركيا وأردوغان واعد رئيس الوزراء أن ينطي مي للعراق يزيد الكمية حتى ترجع الأمور طبيعية بس ما أعرف.